في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. أكتر بني آدم مزعج ممكن تقابله في حياتك هو الشخص الإيه؟ الزنان. يقرفك في عيشتك لما يكون عايز منك حاجة، ما بيكتفيش بطلب الحاجة مرة واحدة، لازم 30 مرة في الدقيقة يكلمك، يفكرك، يوترك، يعصبك، لغاية إيه؟ ما يزهقك. عمرو بقولك يا أخوي، كنت عايز بس أفكرك، أنت هتشتغل مكاني الخميس اللي جاي عشان أنا طالع اسكندرية ويكند أنا والعيال. ها، ما تنساش من أبو عمرو أخوي، ها هتشتغل مكان الخميس وأنا هرد لك الجميل ده والله، ما تنساش. ها الخميس يا عمرو، ها ويكند اسكندرية، ها أنا والعيال ومراتي، تمام. وطبعا إحنا بنكون لسه يوم الحد، وخد عندك بقى من الحد للخميس عبد العزيز مش هيسيبك ومش هيبطل زن، وكل شوية لازم يفكرني إني هشتغل مكانه يوم أجازته الخميس الجاي عشان بسلامته طالع مع المدام اسكندرية. حاضر حاضر يا زيزو، اطمن يا اخويا. عمرو بقولك عمرو، والنبي خد بالك اوعى تنسى يوم الخميس الجاي، ها انا اجازه وانت حبيبي بقى عمرو. ها والزن ده طبعا بيكون يوم الاثنين، والزن تاني غيره يوم الثلاث، وده غير يوم الاربع، الزن التقيل كله بقى. ومش بيكتفي بس سيادته بالزن في الشغل، لا ده تلاقيه كمان بعت لي رساله على الواتساب ورساله تانية على الفيسبوك. مش هتصدقوا، يوم الاربع الساعه 1 بالليل يصحيني من النوم بصوته الجميل ويقول لي مساء الفل يا عمور. ايه ده يا خبر يا خبر، ايه ده انت نايم راجل بدري كده؟ لا الساعه دلوقتي لسه 1 يا راجل. انت عارف عمور ان انا مسافر بكره اسكندريه، ها انا والمدام والاولاد. ها النبي مش هفكرك بقى، انا هسيب لك الشغل على مكتبك، ما تنساش تخلص اخوي. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك لي، اشوف وشك بخير بقى. لا اله الا الله عمور، لا اله الا الله، مش عاوز حاجه من اسكندريه. تخيلوا الساعة 1 بالليل يصحيني من النوم عشان يفكرني، عمركم شفتوا زني بالشكل ده؟ وياريت بقى زن عبد العزيز يكون كله من النوع ده، ده أحيانا زنه إلحاحه وبيوقعه في مشاكل ما يعلم بيها إلا ربنا، يفضل كده يزن لغاية ما تيجي على دماغه. ما تنساش بقى عمرو والنبي تكلم المدير في الترقية بتاعتي إنه اتأخر. ها أنا بقى لي 5 سنين محلك سر والزملاء كلهم اترقوا وبقوا رؤساء أقسام، يرضيك كده عمرو؟ يرضيك؟ والنبي كلمه عمرو، أنا عارف إنه حبيبك أخويا، والنبي ما تنساش تكلمه. كلمه. ويفضل عبد العزيز يزن على الترقيه المتاخره وكل يوم يفكرني، ويوسط معارف المدير ويبعت له رسائل ويروح له في الاماكن اللي بيقعد فيها، لغايه ما المدير زهق وطهق وطلع من هدوءه. ولما جه ميعاد الترقيه فوجئ عبد العزيز بالصدمه الكبيره، خبر ونزل على دماغه كما الصاعقه. ليه كده بص يا عمور، يا دي الخدمه يا راجل؟ معقوله اطلب ترقيه زي الزملاء يوم المدير ينقلني فرع الوادي الجديد؟ ليه؟ وانا سألته في حاجة؟ انا ضايقته؟ اكون ضايقته مثلا وانا مش واخد بالي عمرو؟ لا ابدا يا زيزو، انت ما زعلتوش ولا حاجة، انت خنقت الراجل بس بزنك والحاحك، خنقته لدرجة انه قرر يتخلص منك خالص، يبعدك نهاية عن الشركة وينقلك لفرع الوادي الجديد يا زنان. او ده بقى اللي بيقولوا عليه غراب وزن على خراب عشه. كتر الحاح يا جماعة مش هو اللي بينجز ويحل المشاكل، والإنسان الزنان بيكون مزعج، ومهما كان له حق عمره ما رجع حقه. إنما اللي يسهل لك حياتك ويحبب الناس فيك ويشجعهم إنهم يساعدوك ويقفوا جنبك، إنك تطلب الحاجة بذوق بالراحة بهدوء يعني، وكفاية مرة واحدة يا عبد عزيز مش أصر يصر الحاحا. تمام يا سيدي، الزن وحش وفهمناها دي، هتعمل لي إيه بقى في حكاية نقلي لفرع الوادي الجديد دي؟ هتكلم المدير؟ هتقول له بلاش حكايه النقل دي والنبي عمرو، كلم عمرو عشان خاطر اخوه النبي. انا عموما هفكرك بالليل واتسابه كده يعني عشان تفتكر، بس تكلمه الصبح عمرو النبي برضه، ها كلمه يعني، ما تسيبوش، خليك على ودنه على طول كده. بس انا هقعد افكرك على طول عشان ما تنساش. ربنا يكرمك اخوه، ربنا يكرمك، والنبي ما تنسى عمرو، كلمه عشان يلغي. خلاص يا عم خلاص، مش هزن عليه، بس والنبي كلمه. وربنا يرحمنا يا اخويا من الزن والزنانين ومن الحاح اللحوحين اللي زيك يا عبد العزيز. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله.
كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.